وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل الجزائر. شكرا سيدي الرئيس. لقد امتنعنا عن التصويت على مشروع هذا القرار، ويتسق ذلك مع التصويت الذي اعتمدناه في كانون الثاني يناير الماضي على القرار 2722. موقف وفد بلادي الممتنع عن التصويت على مشروع هذا القرار لا يجب أن يفسر كتحفظا على عملية الإبلاغ الشهرية التي يقوم بها الأمين العام حول أي هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر. نحن نواصل تقييم والتقييم والثناء لأهمية عملية الإبلاغ اتساقا مع ضرورة إبلاغ المجلس بآخر التطورات، ولكن يعكس الامتناع شواغلنا حول تنفيذ القرار 2722 وما نعتبره سوء استخدام وسوء تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات ضد أراض تابعة لبلدان ذات سيادة. ونعتقد من الأهمية بمكان أن نعلي القانون الدولي وأن نضمن أن أي إجراءات تتخذ باسم حقوق الملاحة وحريات الملاحة لا يجب أن تنتهك سيادة البلدان الأخرى. كما ونؤكد على الضرورة التامة لمعالجة الأسباب الجذرية كاملة للوضع المتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها. لا يمكن لنا أن نغض الطرف عن الرابط الواضح ما بين الوضع الكارثي في غزة وتصعيد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم من جديد وجب التشديد وبقوة على الحاجة الماسة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. ختاما سيدي الرئيس، نحث على ضبط النفس بأعلى الدرجات وتغليب الدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن نضمن عملية سلام بملكية وقيادة يمنية استنادا على المرجعيات التسوية السياسية المتفق عليها لضمان السلام الإقليمي الدائم. وشكرا. أشكر ممثل الجزائر على بيانه.